غريب عندك، نزيل مثل جميع آبائي، نزيل مثل جميع آبائي. اقتصر عني فأتبلش قبل أن نذهب، قبل أن أذهب فلا أوجد لك المجد دائما أبدا. آمين. نحن رؤوسنا للصلاة. أيها الآب الرحيم، سيد الحياة والموت، هب لنا سلامك الذي يفوق كل فهم، فنلتجئ إليك وتطمئن قلوبنا بذكر اسمك. أعطنا يا رب نورك لنرى بالموت باب الحياة الأبدية، ولنؤمن حياتنا بالثقة بك حتى نرجع إليك بواسطة المسيح يسوع الذي سبقنا وهيأ لنا المكان. انظر يا رب برحمتك إلى إخوتنا وأخواتنا أعضاء هذه العائلة الذين يحزنون لفراق عزيزتهم الغالية. عزهم بالرجاء، قوهم بالإيمان، وثبتهم بسلام. علمنا يا رب أن نجابه الموت والظلمات والشدائد والأحزان بربط الدجاج وصبر، واثقين بأننا أيضا إذا سرنا في وادي ظل الموت لا نخاف شرا لأنك أنت معنا. أيها العلي ساعدنا كي نتخذ انتقال فقيدتنا الغالية إلى الحياة الأبدية كصوت سماوي ينادي كل فرد منا ويذكرنا بأننا جميعا غرباء ونزلاء في الديار الفانية. أعنا يا رب على إطاعة أمرك القائل كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. لكي نستعد لليوم الذي لا بد منه ولا علم لنا بميعاده بواسطة ربنا يسوع المسيح. أنا وكل المجد. آمين. نقرأ أفضل ترنيمة 216، أنا لست إلا غريبا. المقطع الأول والثاني. Oh, no.
لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وإن كنا لابسين لا نوجد عراة، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عيني هو الله الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنه، لأنه لا بد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. لإلهنا كل المجد على الدوام. آمين. هللويا هللويا قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا
بل اذهبنا إلى البعد وابتعنا لكنا. وفيما هن ذاهبات ليبتلعنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيدي يا سيدي افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. شئنا وشئنا ملك الخون. نبقى مع ترنيمة والمرنم الأخ حسام. تفضل أخ حسام. تفضل. احفظني في رضاك لا أيام عمري. اجذبني ربي وراك اجذبني وانا اجري. املأني بالاشواق نحو حبيب قلبي متى ترى أراك عند انقضاء دهري. احفظني في رضاك باقي أيام عمري. اذبني ربي وراك اذبني وانا أيها الأحباء، ما أكثر ما ترد كلمة الذكور في الكتاب المقدس.
تأتي بصيغ وبأشكال مختلفة، مرة بصيغة المفرد، مرة بصيغة المثنى، وأيضاً وأكثر ما ترد بصيغة الجمع، لأن الجماعة مهمة في نظر إلهنا، لذلك تسمى الكنيسة كنيسة جماعة، وتخاطب بصيغة الجماعة. يقول: اذكروا ماذا سنذكر ونحن قد اجتمعنا لنودع إحدى عزيزاتنا الفاضلات أم نبيل، لنودعها الوداع الأخير. ماذا نتذكر منها؟ ماذا نتذكر؟ أول ما نتذكره عن هذه المرأة الفاضلة هو ذاك التاريخ الطويل الممتد عبر الزمن، فلقد وصلت إلى كما يسمى اصطلاحا إلى أرجل العمر، وفي هذا التاريخ الممتد لأعوام عانت ما عانت وتعبت ما تعبت، ولن ننسى كيف أنها عاشرت بالحسنى وبالمودة وبالحب رفيق دربها وحياتها المرحوم صبري أندراوس إيليا. نتذكر في رحلة أيامها أنها أنجبت، ربت، تعبت، سهرت، حتى وجدنا في وسطنا نبيل، ووجدنا أندراوس وأميرة وسلوى ونضال وابتسام. هذا التاريخ كله نتذكره ولا يمكن أن ينسى مع مرور الزمن، حتى وصلت إلى شيخوخة صالحة وتسمع الآن قول ربنا له المجد وتدخلين المدفن في شيخوخة صالحة كرفع القدس في أوانه. ماذا نتذكر من هذه السيدة الفاضلة ابنة العم والأخت والأم أوجنين إيليا أم نبيل؟ نتذكر لا يمكن أن ننسى في داريك
في بلد الأحباب، في بلد التاريخ الجميل، لا يمكن أن ننسى بيتها المفتوح. العامر الذي لم يسد بابه في وجه أحد، فكانت تستقبل الأهل وتستقبل الأصدقاء وتستقبل الجيران، لا بل وتستقبل الغرباء أيضا بكل فرح ومودة وترحاب. ماذا نتذكر والكتاب يقول اذكروا مرشديكم؟ ماذا نتذكر أيضا منها؟ نتذكر التزامها الكنسي، تاريخ طويل، بيت مفتوح، وأيضا التزام كنسي، وما أكثر الأحيان حين كنت أنزل من البيت إلى الكنيسة كنت أجدها قبلي في الكنيسة، لا أنزل، فكانت لا تترك صلاة واحدة، لا ليلا ولا صلوات الصباح، التزام كنسي بكل تفاصيله وبكل ما يتطلبه هذا الالتزام. نتذكر أيضا من هذه السيدة الفاضلة التي اجتمعنا لكي نكرمها الإكرام الأخير، نتذكر بساطتها. هذه البساطة التي طالبنا بها رب المجد حينما دعانا قائلا كونوا بسطاء كالحمام، بسطاء، وهكذا كانت بسيطة وطيبة، وكما طالبها ربها له المجد. نتذكر من هذه المرأة الفاضلة، نتذكر تفقدها للأهل، لم تكن تترك مناسبة، لا بل ربما في كل يوم كانت تمر على بيوت الأهل وتتفقدهم وتظهر لهم كثير من المحبة التي ينبغي أن تجمع الأهل فيما بينهم. أشياء كثيرة يا أحبة نتذكرها عنها، لكن نتذكر آخر ما نتذكر هو حبها العارم الشديد لوطنها وبلدها. لم تكن ترتاح إلا في تلك البقعة الصغيرة من سوريا التي تدعى بهم، ومثلي تماما ومثل أغلبنا لم تكن تجد فرحا في كل بقاع الأرض سوى في ديري وفي بيوتنا الدافئة في تلك المدينة الطيبة. أشياء إذن كثيرة نتذكرها، وأنا أقول لها في قصيدة رثيتها بها
أجنينه أبكيك أجنينه أبكيك والذكرى تعذبني وصوب بيت كثير التفئ تحملني فيه سهرنا وكنا لا نمل به ولم يزل صوت ما قلناه في أذني وفيه عشنا كما كنا نريد ولم نكن نقاد بكف الآه والحزن ما زلت أذكر أنت البرد مدفأة نيرانها ما زلت أذكر عند البرد مدفأة نيرانها قد أزالت رعشة البدن وقهوة معها كانت ملافظنا تحلو بعيدا عن الخيبات والمحن نحكي نرتل ننسى ما يعكرنا نمضي إلى شاطئ الأحلام في سفن والصيف إن جاء نحيا لياليه أنسا بلا عقد تشقي ولا فتن ولست أنسى زقاقا فيه جلستنا لآخر الليل نقضيها بلا وهن مثل الحمام نعيش العمر أبسطه ونشتهي عالما مما نحب بني ماذا سأذكر والتاريخ ممتلئ بما يسر وصار الآن يوجعني إنا طعنا بسيف بعد غربتنا إنا طعنا بسيف بعد غربتنا فقد نأى بيتك المعمور عن سكني وها يد الموت وها يد الموت يقسو زفرها فأرى من جملت رحلتي باللون في كفني لك السلام لك السلام وأنت اليوم راحلة عنا إلى وطن حلو البهاء هني تمتعي فيه بالأمجاد ناسية ما دقته ها هنا من قسوة الزمن أجنين أبكيك والذكرى تعذبك مصر
أيها الرب الرحوم، يا ما قلت بلسان ابنك الحبيب، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. نضع إليك أن لا تسمح بأن نسترسل في أحزاننا، وننصرف إلى تعددات نكباتنا، بل علمنا أننا بك نحيا ومعك نقيم مهما تقلبت الأحوال. نضرع إليك من أجل إخوتنا الحزانة كي تعطيهم بلسمك بلسمك الشافي لجراحنا. اجعلهم يلتفت إليك يا مصدر كل تعزية وخير وسلام، وعلمنا أن نرى وجهك بمحبة يسوع في وسط الأحزان هذه، ونشعر بقربك إلينا لأنك ملجأنا الوحيد بربنا يسوع المسيح. آمين. أيها الرب القدير، يا من تشارك شعبك في جميع ضيقاتهم، استمع لنا ونحن نصلي لأجل المتألمين والمهددين بعيشهم بالحرمان والجياع والمشردين والمظلومين والذين هم تحت ضغوط مختلفة. ارحم اللهم الذين لا مأوى لهم، والثكالى والحزانى والمرضى، أشرق عليهم بنورك في غمرة آلامهم، وامنحهم تعزية بربنا يسوع المسيح. آمين. 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 نختم بالترنيمة ونحن وقوف. Yeah.
ليأتي ملكوت لتكون بشيرة كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أما الآن فنعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم وتكون مع روح عزيزتنا وفقيدتنا أوجنين عبد الأحد إلي. آمين. الله يعينك. تفضل. جاءنا برقية من الأخ فؤاد من الشيخ فؤاد شقيق المرحومة ونجاة ومجد جلا وبشار بشار دكتور بشار تعزوكم بهذه المناسبة لها الرحمة ولكم تعزيات الروح القدس. تفضل. تفضل. نفتح قبري ونذبحي قبري وبشفي ريديك نشرت الحبولو القمط خندت كفف وبيدي زيانا مشيو الفكري الخمر الصلمو حطيتك مش حترغليك ويا مود بلي رح مش بطنا حوبي وحطوهي وين ادو يوضح طيطة اهو مصاقا عينو حونين وفراحة معلي ومك بولود ايونيك وشالي طيطة بالمبنى وميد امدقنا وسادي ليش اتلت ما تصوريهون وازبلهن حي حاثف ملكوت وش ما يونيدو على لهو طفلون وقولي تابونو دم سبرون حي وتبيزن والمولو ميدن في
بن وفق العيدان تشبهت الله بامراوي على رشده شيخ صبر طب الابناء شم شبحين له فرحين له صادين له ملو شبحه فسقين له عودين له ميت الربو تدين هودي له مريون له ملكوش ميون له أبو وحيد قل مريون ريحي دايو يشو أمشيح عمروح قديشو مريالو مريد علو برامل تدابو أو الشوقي لو قيدش خلاطي تدمو رحمال أو الشوقي لو قيدش خلاطي تدمو صيلة للنوخ قبل بعثة أو ديوت بشبحو من يمين ودهو يوسوط رحمالين بطلدات الحدي خديشات الحدي ماريا يشو أمشيح عمروح خديشو شبحي ضلوه أبو أمين أبو نسبا وكلون يوم وضت حيب وفي شبع لشمو خديشو برخ العلم أوضي ثبقى والعلم علمين براخت ماريا أحيد كون ألود أبو تدينا شباش مو مردارك تشبحات العلم علمين لوخ يشبحو لوخ بيت شبعتو لوخ بيقو لصالات كل عبود الشرع مبروخي حيقو يقف روحو حيو قديشو وشوفو لسبان علم علمين آمين مران يشو أمشيحو طارد رحمك لطيحو القفن مراد ويعنى المدينة مترحى مالي حبو وحضور من تروسي درمو انت بيد موتو وزمتو خد بطلع مثل تان وفرحة مالين قديشة طلو قديشة حيلتونو قديشة لوم ويوتو تسلم تحلو فين وفرحة مالين قديشة طلو قديشة حيلتونو قديشة لوم ويوتو تسلم تحلو فين وفرحة مالين قديشت له قديشت حيث له قديشت له ويوضع دسلت له فين وترحم عليه مران اترحم عليه مران اصرحم عليه مران قابلت جمشت وصله وثال وترحم عليه شبحوا له خلو شبحوا له غروي شبحوا له ملكم شيعوا الحوي الحاطو يا عبدي أبانا السماوات الأب الضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهون نور من نور إله حق من إله حق مولود من غير مخلوق ومساويا للآب في الجوهر والذي به كان كل شيء من أجلنا ومن أجل خلاصنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء والدة الله صار إنسانا وصلب عوضا عنا في عهد بيلاطس البلطي تألم ومات دفن وقام في اليوم الثالث كما شاء ورايا صعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الأب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات ذلك الذي ليس لملك انقضاء نؤمن بالروح القدس والرب المحيي الكل والمنبثق من الآب
مع الأب والابن يسجد ويمجد. الناطق بالانبياء والرسل وببيعات واحدة جامعة مقدسة رسولية، إذ نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، نترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في العالم الآتي. بارخ مورد ومن قالص قري ليسو خدم رحيم أبو آل ابن هللويا رحيم موريو عال دخلو برنو شاميرو يوم نويا أفلت حقلوه خن يوعي. بارخ مورد قلب والبرا والروح قديشا من عالم ودام العالم عالمين من أم تغدد بصبرو عال دخلو ندا حنون وقالو حي نايرين من قبر غفر ديسون ومن قالص قري ليسون ملكم نحمون حيدون أحمن روم نحميت وقيم لقبير قيم شوي ثاني من قبر نصر شب لم نحميت مريو رحم علينا عذرين والروح قديشا شبح الهو قولو دي مرمورا بزبرتو كل دخير فاشو تدي محاي فيو باش يوم متولاتو إنتران تانيت موتو واني حل العالم رحيم علينا عذرين برانو دم موتي أحيمي توتا نحيم لهم نحيم لهم شب قولو خلو. أيها الرب الإله، يا من بأمر إلهيتك نقلت آمتك أجني، أسكنها يا رب فسيح جنانك مع الأبرار والقديسين. بشمو دابو آمين ودبرو آمين ودروه حي وقعديش وحي دا العالم علمين آمين. نحن نودعك بسلام، ارجعي إلى موضع راحتك. ها نحن يا رب أمام جسدنا الحقيقي في هذا القبر، من التراب أخذنا وإلى التراب نعود. أعطنا أن نعيش على هذا الرجاء، إنك أنت مخلصنا وستقيمنا في اليوم الأخير. لإلهنا كل المجد على الدوام. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا يوم بيوم، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. وأنتم أيها المؤمنون، يا من حضرتم لهذه الشهادة الواجبة من قبل الله، جازاكم الله أجرا صالحا، ناولكم صليب ربنا يسوع المسيح وخلصكم من إبليس ومن شره. عودوا إلى بيوتكم، الرب معكم. أيها المؤمنون، في لقمة رحمة على روح المرحومة في الصالون، والأغلبية بيعرفوا العنوان. مكتوب في النعوي. الله يبارك عليكم والله يرحمه ويجعل مثواه جنة ويرحم جميع أمواتكم.